الأهلي يحصل على استاد السلام لمدة 25 سنة حق انتفاع. تابعوا معنا. مصدر مسؤول في النادي الأهلي قال أن النادي الأهلي حصل على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، وبذلك ستكون أغلب مباريات النادي الأهلي في الاستاد السلام الذي يتسع لأكثر من 25 ألف متفرج، وبذلك يلبي زيادة عدد المتفرجين في النادي الأهلي. إذا أردت متابعة المزيد من هذه الفيديوهات اشترك في القناة ليصلك كل جديد.